فكرة جديدة، نلعب جمباز بس في الأرياف على طريقتنا يعني شوية، عشان احنا الجمباز ليه لبس معين وليه قوانين معينة احنا التزمنا بيها وصغيرنا فيها شوية عشان تناسب الناس اللي في الأرياف شوية، عشان الناس كلها تلعب مش بس اللي في مدن هم يلعبوا، كمان الناس اللي في الأرياف. عشرين سنة كمان مفيش مشكلة، أدام لعبة كويسة هي مفيهاش أي مشكلة، بتقوي العضلات جدا، بتعمل مرونة كويس جدا، بتعمل رشاقة، بتفيد البنات هما يطلعوا طاقتهم، كل حاجة عندهم. تشقلب وازاي تقف على ايديها وتقف على راسها، فالموضوع ان احنا نقنع اولياء الامور كان صعب جدا شويه. ليه؟ عشان كل واحد عايز يحافظ على بنته كويس، عايزها تلعب وتبقى ترفيه وتراوح عن نفسها وكل حاجه، بس في باب الادب والاصول بتاعه البلد اللي احنا فيها. احنا بدانا الاكاديميه دي بنوته واحده بس، عبال ما اقنعنا بقت اثنين، بقت ثلاثه، بقت اربعه، صممنا لبس معين يحافظ على البنات وعلى جسمهم وعلى جسمهم كويس جدا، محدش يبقى متضرر ان جسم بنته يبان او يتضايق ان هي بتتشقلب قدام الناس مثلا او الكلام ده، احنا حافظنا عليهم كويس جدا. عشان كده احنا عملنا لبس خاص بقريه العمار شويه، يبقى محترم مع البنات ما يضايقش اي حد. بيروشوا بطولات احنا اللي بنعملها، مش شرط البطوله تبقى في الاتحاد، بلبس بنتي مايو قصير او ضيق او مكشوف، لا انا هلبس بنتي اللبس اللي انا عايزاه احافظ عليها وعلى جسمها، وفي نفس الوقت هتخش بطوله احنا اللي بنعملها وبننظمها، تبقى جوائزها ميداليات فضه وفي ذهب وفي برونز عادي، في شهادات تقدير. بس طبعا نعمل بطولات كتير جدا نحقق حلم الاكاديميه، بدل ما تبقى مجموعه واحده تبقى اكثر من مجموعه، والكل يبقى معانا في الاكاديميه.